السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بإذن الله رح نبلش في النوع الثاني من شابتر الهيليمنفس. أوكي، شابتر الديدان. أول نوع أخذنا عنه اللي هي التريماتودا، اليوم بإذن الله رح نأخذ عن السيستودا. طيب السيستودا ممكن نطلق عليها اسم ثاني، ممكن نسميها اسم التاب وورم. أوكي، الديدان المسلطحة. طيب هلا التاب وورم خلينا نتعرف للستركشر تبعها كيف بيكون شكلها. هلا البادي كافيتي لإلها او الستركشر تبع الجسم تبعها بيكون بهذا الشكل، مقسم الى قطع. طيب هلا هاي القطع، تمام، هاي القطع ايش بنسميها؟ هاي القطعه إلها اسم، تمام، هاي بنسميها البروغلايدس، تمام، ممكن يكون علينا اسم هذا البروغلايدس، تمام. إذن هاي بنطلق عليها اسم البروغلايدس، مش عارف إذا واضح بالتصوير أو لا، تمام. إذن بنطلق عليها اسم البروغلايدس، تمام. طيب هلأ هاي البروغلايدس على إيش بتكون بتحتوي؟ بتكون بتحتوي يعني هاي كل قطعة، تمام، نبلش فيها من هون، كل قطعة من هون بتكون بتحتوي على بتكون فيها ميل وفيميل. كيف ميل وفيميل؟ يعني بيكون فيها أعضاء الميل والفيميل بهاي القطعة. يعني بيكون عندنا هون التستس، تمام، وهون شو بيكون عندنا؟ الأوفري، تمام. هلأ إحنا اتفقنا أنه كيف طريقة تكاثرها السيستودا، طريقة تكاثرها ما عندنا ميل وميل وفيميل، طريقة التكاثر إلها بتكون، إذا طريقة التكاثر بتكون عندنا في السيستودا اللي هي بتكون طريقة تكاثرها اللي هي بتكون ثنائية الجنس، يعني بيكون عندنا الميل والفيميل بنفس الدودة، تمام. إيش بنسميها؟ بنسميها الهيرمافرودايتك. إذا إيش أطلقنا عليها اسم؟ الهيرمافرودايتك، تمام. إذا الهيرمافرودايتك في هون آخر شيء. إذن الهيرمافرودايتك هاي عنا الاسم هون الهيرمافرودايتك. طبعا هون كان عنا إذن لما نشوف الميل أعضاء التستس والأوفري بنفس الدودة، إذن كيف بيكون طريقة تكاثرها بالهيرمافرودايتك اللي هي ثنائية الجنس. طيب إذن البادي كافيتي لإلها كيف بيكون؟ البادي كافيتي حكينا بيكون عنا بهذا الشكل، بتكون الدودة مقطعة إلى أجزاء بهذا الشكل، بيكون جسمها مقطع إلى هذا الشكل. حكينا هاي شو بنسميها؟ هاي القطعة بنسميها اللي هي البروغلايدس. إذن هاي شو بنسميها؟ البروغلايدس، تمام. إذن هاي القطعة بنسميها البروغلايدس. طيب تمام، البروغلايدس هي اللي بتحتوي على أعضاء التستس والأوفري اللي هي أعضاء الميل والفيميل بنفس الوقت، وبصير في عنا التكاثر. طيب كمان في بهمنا كمان مصطلح اللي هي هاي شو بنسميها البروغلايدس؟ هاي كلها إيش بنسميها؟ هاي بنطلق عليها اسم يعني كاملة، تمام، هاي كاملة بالنسبة لهاي القطعة. خلينا هل احنا اتفقنا انه الوحده فيهم بنسميها بروغلايدس، طب كامل مع بعض ايش بنسميهم؟ نطلق عليها اسم الاستروبيلا. شو بنطلق عليها اسم؟ الاستروبيلا، تمام. اذا الاستروبيلا هذا اسمهم كامل، يعني هاي اسمها كامل. عندك البروغلايدس هاي عندنا 1 2 3 4 5، هدول شو بنسميهم؟ بنسميهم استروبيلا، بنطلق عليها اسم الاستروبيلا. طيب ايش كمان في مصطلحات بتهمنا؟ في مصطلح بهمنا اللي هو، طيب هلا الدودة نقول بلشت من هون، وهون راس الدودة، اوكي، هون عندنا راس الدودة، هون عندنا ايش؟ راس الدودة. نيجي نعتبرها، طبعا هي في هون عندنا سكر اكثر لها عشان تثبت نفسها، عندنا مثلا هذا نعتبره راس الدودة، تمام. هلا عندنا هون بروغلايدس، هذا بروغلايدس وهذا بروغلايدس، حكينا كلهم نطلق عليها اسم الاستروبيلا. طيب البروغلايدس حكينا بيحتوي على الميل والفيميل اللي هي اعضاء التستس والاوفري. طيب هلا هذا الجزء ايش بنسميه؟ بنسميه بروغلايدس، بس ايش بيكون؟ بيكون لسه مش ناضج، اوكي، ما بيكون ماتشور، هون بيكون اماتشور، وهذا نفس الاشي بيكون مش ناضج لحد ما نوصل لاخر اشي. هلا هون بيكون لسه يعني الاعضاء ما بتكون مكتمله،
بتضل الأعضاء طبعاً هي بتضل تكتمل. فهون نيجي لآخر إشي لنهاية الدودة، هون بيكون اكتمل البروغلايدس، تمام؟ هون بيكون اكتمل نموه، يعني أعضاء الأنثوية والذكرية اكتملت وصارت تنتجنا إيش؟ تنتجنا الإيجز، أوكي؟ صارت تنتجنا الإيجز، تمام؟ هلا هي هلا خلص هذا الجزء صار ناضج عندها، بدها تخلص منه، تمام؟ بدها تخلص منه، بتصير عملية الانفصال. طيب هذا الجزء الناضج ايش بنسميه؟ الجزء اللي بيكون ناضج اللي بيكون بيحتوي على على الاجز اللي بتكون ماتشو، سوري، على الاعضاء التستس والاوفري اللي بتكون ماتشور، تمام؟ حكينا انه هذا بروغلايدس بيكون ايش؟ اماتشور، لكن هذا اللي بيكون في النهايه بيكون ماتشور بروغلايدس. ايش بنطلق عليه اسم؟ اللي هو بيكون بيحتوي على الاجز، اوكي؟ ايش بنطلق عليه اسم؟ نطلق عليه اسم اللي هي نطلق عليه اللي هي الجرافيت. خلينا نصغر الخط عشان تطلع واضحه. الجرافيت بروغلايدس، تمام؟ اذا شو بنطلق عليه؟ بنطلق عليه الجرافيت بروغلايدس. اذا هذا المصطلح لو مر علينا، هذا المصطلح لو مر علينا تمام، نعرف انه هو معناته انه بتكون بيحتوي على الماتشور بروغلايدس، تمام؟ اذا الجرافيت معناتها ماتشور بروغلايدس، يعني بتكون بتحتوي على التستس والاوفري اللي هي بتكون ماتشور، فبالتالي بتطلع لنا اكس، تمام؟ لكن هون بتكون الاعضاء الاعضاء التستس والاوفري بتكون مش ناضجه لعند اخر عضو، تمام؟ بتصير ناضجه. هلا هون بتتم عمليه الانفصال، هون خلص هذا العضو بنفصل عن الدوده، بنفصل عن الدوده بهذا الشكل، وبتكمل الدوده مسيره حياتها، وطبعا بتضل تنتج بروغلايدس، يعني هي اللي بتخلص منه. هذا مش انه خلص انها الدوده رح يخلص، لا رح يخلص طولها، لا بتضل هي تنتج بروغلايدس. مثلا خلصت من هذا الجزء بتطلع جزء جديد من عند الراس، فهمتوا كيف؟ بهذا الشكل يعني. طب نيجي هلا للراس تبع الدوده. هلا الراس تبع الدوده بيطلق عليه اسم لاتيني معناته سكولكس، تمام؟ اذا كلمه سكولكس رح تمر معنا في مادة الباراسيتولوجي، معنى سكولكس، تمام؟ لما تمر معنا هاي المقصود فيها يعني راس، تمام؟ هيد، اوكي؟ مقصود فيها يعني هيد. طيب هلا هذا السكولكس على ايش بيحتوي؟ بيحتوي على اللي هي ادوات السكينج، تمام؟ هاي ايش بنسميها؟ بنسميها السكينج، اوكي؟ ايش بنسميها هاي؟ السكينج، اوكي؟ يعني المصات، اوكي؟ تمام. هذا اللي بيهمنا في او ممكن نسميهم السكرز، تمام؟ يا سكرز او السكنج، تمام. الراس ايش بنسميه؟ بنسميه عندنا في بنسميه سكولكس، تمام؟ سكولكس هي معناتها الهيد، اوكي؟ طيب هاي بالنسبه للاستراكشر تبعها، هاي الاجزاء اللي حكيت عنها هي اللي بتهمكم، يعني هذا المصطلح لما تقراوا صفحه 73 رح تلاقوا هاي المصطلحات موجودة، فعشان تكون واضحة، اوكي؟ طيب هلا السيستودا، تمام، اللي هي تاب وورم، اول اشي بدنا نعرف is the infection of the digestive tract. هاي كلمة كتير مهمة، انه هو infection لل digestive tract by adult and parasitic flatworm، يعني الادلت بيكون flatworm يعني مسطح، بنسميه السيستودا او التاب وورم، يعني ممكن نسميه تاب وورم او السيستودا، ممكن يجيب لكم اياها بالشامل التاب وورم بالعادة، تمام. هلا هاي التاب وورم بيحكوا لنا انها بيحكي انه الليف تاب وورم اللارفا تبعتها، اوكي، بتعيش في احيانا يعني ممكن احنا نتعرض لها من خلال الفود اللي مش مطبوخ منيح اللي هو الاندر كوكيد فود، تمام؟ تمام. هلا هي وين بتعيش اكثر شيء؟ بتعيش في الدايجستيف تراكت، يعني بتعيش في الجهاز الهضمي، تمام؟ طيب هلا احنا اللي بنتعرض لها اللي هي اللارفا، هاي اللارفا بتكبر داخل الدايجستيف سيستم وبتصير لارج ادلت تاب وورم، اوكي؟ طيب ايش اللي عندنا؟ عندنا اربعه انواع بس، السيستودا كتير قصيره، تمام؟ منشاهم او الهابيتات لهم بيعيشوا في الدايجستيف تراكت او في الدايجستيف سيستم، تمام؟
سواء كانت انتستن او لارج انتستن، مش كتير مركز على هاي المصطلحات، لكن بهمنا نعرف انه هم بيعيشوا في الدايجستيف. طيب ايش عندنا الاربعه انواع بنحفظهم زي اسامينا؟ هدول السيستودا اللي هي التينا ساجيناتا والتينا سوليوم، تمام. اذا التينيا ساجيناتا، عندنا التينيا سوليوم، تمام. عندنا الاكينوكوكس جرانيولوسيس، تمام، اكينوكوكس جرانيولوسيس، تمام. ايش كمان في عندنا؟ اللي هي الدايفيلو بوتريام لاتام، الدايفيلو بوتريام لاتام. وايش في عندنا هون؟ الهامينولبسس نانا، الهامينولبسس نانا. بس هدول الأربعة أنواع الموجودين في السيستودا. يعني ممكن يجيبوا لكم مثلا التينيا ساجيناتا لأي عائلة تنتمي، السيستودا ولا التريماتودا، أوكي، تنتمي للسيستودا، أوكي. طيب هلأ إحنا إيش بهمنا من اللايف سايكل؟ هلأ إحنا رح نشرحها كلها، تمام، بس رح نأخذ الأشياء اللي بتهمنا للحفظ، أوكي. طيب هلأ التينيا ساجيناتا، التينيا عندنا التينيا ساجيناتا والتينيا سوليوم، أوكي. هلأ التينيا ساجيناتا هي للكتل، تمام، يعني للمواشي. زي مين مثلا؟ يعني المواشي مثلا زي الأغنام، البقر، أوكي. هاي بتكون فيها التينيا ساجيناتا. إيش ممكن نسميها؟ ممكن نسميها البيف تاب وورم، يعني بسموها بيف تاب وورم، بمعنى إنها بس بتصيب المواشي، أوكي. لكن التينيا سوليوم هي للبيجز أكتر إشي، يعني هي بس موجودة في الخنازير، في لحم الخنازير، اللي ممكن نسميها البورك تاب وورم. معنى كلمة بورك معناتها أيضا الله بس سيدة محمد، معناتها بيجز، أوكي. يعني ممكن يجيب لكم إياها بورك أو بيجز. هلا بالعادة بيجيبوا التينيا ساجيناتا موجودة في أي لحوم؟ في لحوم الكاتلز، تمام، والتينيا سوليوم موجودة في لحوم البيجز، وإلها اسم تاني اللي هي بورك تاب وورم، أو التينيا ساجيناتا اسم تاني اللي هي البيف تاب وورم. طب نروح لللايف سايكل لإلها، تمام. هلا أول إشي إيش في عنا؟ من وين ببلش اللايف سايكل؟ بنبلش اللايف سايكل من الايجز. بنبلش دائما، بنبلش دائما اللايف سايكل بالانفكشن، تمام، ستيج لإلها. طيب اي لايف سايكل دائما بنبلش من انفكتيف ستيج لإلها. طيب هلا الانفكتيف ستيج لإلها زي العاده دائما البطل القصه عندنا هو الانسان، تمام. هلا هذا الانسان كان مصاب مثلا في تينيا ساجيناتا او تينيا سوليوم، طبعا الاثنين لايف سايكل تبعتهم نفس الشيء ما عدا فروقات بسيطه الان بنحكيها. طيب الآن أصيبوا شخص كان مصاب بالتينيا ساجيناتا أو التينيا سوليوم وقضى حاجته بطريقة مش صحية، أوكي، فاللي خرج منه الإكس، تمام. هنا كاتب لكم أنا الإكس أو الجرافت إيش؟ بروغلايدس، تمام. إذا الجرايفيد عندك بروغلايدس، يعني ممكن تخرج من الشخص الإكس، تمام، الإكس تبعتها، تمام، بهذا الشكل، هاي شكل الاكس. هلا بنشوف الاستراكشر تبعها، او ممكن تخرج عنا اللي هي ايش اللهم صل سيدنا محمد، اللي هي البروغلايدس، تمام، اللي هي الجرافيد بروغلايدس، اللي هي معنى كلمه جرافيد بروغلايدس اتفقنا اللي هي بتكون بتحتوي على الماتشور اكس، او اللي بتحتوي على الماتشور عندك الاعضاء الاوفري والتستس، اوكي، وايضا تحتوي في داخلها على على الاكس، تمام. هلا الإكس إيش مين أكلها؟ طبعا هو قضاها بطريقة مش مزبوطة، فنقول مثلا أكلها المواشي سواء كان البيجز أو الكاتلز، تمام. بعد ما يكلوها لإيش تتحول عندهم؟ إيش تتحول؟ تتحول إلى السيستيسيركا في المسلز، تمام. بعدين إحنا بنأكلها في الإنجستد باي أندر كوك، تمام، سواء كان البيف أو البورك، تمام. إحنا سواء أكلنا لحم غير ناضج من البيجز أو الكاتلز بتنتقل لنا. في ناس بيحبوا اللحم نص استوى، هذا الإشي مش مزبوط، لأنه إحنا ما بنكون في، لأنه فيها بيكون بعض الجراثيم لازم، يعني ما تقتل هاي الجراثيم إلا في حرارة عالية، يعني إلا في إنه نطبخها طبخ ممتاز. فبالتالي وإحنا طبخناها نص استوى ممكن تنتقل لنا التينيا ساجيناتا أو التينيا سوليوم، إذا كان موجودة في المسلز تبع الكاتلز أو البيجز، تمام. الأدلت وورم في الانتستين كان ذا بي. هلا بدنا نعرف إنه هاي بتان السيستودا بشكل عام الديدان فيها كتير طويلة، تمام، يعني ممكن تعمل انسدادات في المعدة،
اوكي، فممكن يوصل ل 10 مليمتر تمام طولها. طيب هاي بالنسبة لللايف سايكل تبعتها. طيب في هون نقطة هيك كاتب لكم اياها، انا مستر محمد. هلا السيستي سيركاريا تتحول، اللي هي السيستي سيركا مش السيستي سيركاريا. طيب السيستي سيركا ديفلوب ان، هي تتكاثر في المسلز تمام. يعني انا كشخص اصبت في انتقلت لي هاي الدودة تمام. هلا اللارفا إلها، هاي اللارفا تتحول تتطور في المسلز، في البرين، في الايز، في السكن تمام، في السباينال كورد تمام. لكن مين هاي اللي ممكن تتحول هيك لأشياء يعني ممكن إنها تتكاثر في المسلز والكذا؟ هون كاتب لكم إنه الإجز ingested by the human only إتينيا سوليوم تمام from the food. بيحكوا لك يعني هلا بيحكوا بانه هون التينيا سوليوم هي الوحيده اللي احنا بنحصل عليها. هلا التينيا سجيناتا ما بتعمل هذا الحكي، مين اللي بيعمل بس هذا الحكي؟ التينيا سوليوم. التينيا سوليوم اللارفا تبعتها ممكن تسبب لي مرض شيء بنسميه السيستي سيركوسيس. السيستي سيركوسيس هذا المرض بس بيسببه مين؟ التينيا سوليوم اللارفا تبعتها. اللارفا تبعتهم هاي ممكن تروح على المسلز، على البرين، على الاي، على السكن، على السباينال كورد وتسبب لي مشاكل. فايش بنسمي المرض اللي بتسببه؟ اللي هي السيستي سيركوسيس. اوكي طيب هلا الانفكتيف ستيج اللي هي السيستي سيركا تمام. هاي الانفكتيف ستيج. الديجنوستيك ستيج اللي هي الايجز او الجرافيد تمام. الانترميديت هوست اللي هو البيف والبورك، وديفينيتيف هوست اللي هو الهيومن. الهابيتات لها اللي هي السمول انتستين. بهمني هاي النقطه تفهموها فهم بانه التينيا سوليوم اخطر من التينيا سجيناتا. ليش؟ لانه اللارفا تبعتها ممكن تروح على المسلز وعلى البرين وعلى الاي وعلى السكن وعلى السباينال كورد وتسبب لي شيء بنسميه السيستي سيركوسيس. اوكي طيب هلا ممكن يسببوا لي مشاكل سواء كانت التينيا سجيناتا او التينيا سوليوم. سمتم لها ممكن يصير في عنا ابدومينال بين، دياريا، هيدكس ماشي. ممكن يصير في عنا مضاعفات اخطر اللي هي مثلا يصير في عنا انتستينال ابستراكشن، انه يصير في عنا انسدادات في الانتستين لانه طولها حكينا كتير عالي تمام. ممكن يصير في عنا كولونجايتس اللي هي مشكله في الجول بلادر. اوكي ممكن يصير في عنا اللي هي ابندسايتس. اوكي طيب الدياجنوسيس انا وين هي وين بتعيش؟ بتعيش في السمول انتستين. سوري الهابيتات هون محدده تمام. احنا حكينا بتعيش في الدايجستيف سيستم، بالاخص هون بتعيش في السمول انتستين تمام، في السمول انتستين. طيب هلا الدياجنوسيس ممكن نشخصها في الستول اكزامينيشن تمام. ممكن نشخص السيستي سيركوسيس تمام. نشخص السيستي سيركوسيس لو كان الشخص معرض للتينيا سوليوم، هم اوكي نفس الاعراض بس السيستي سيركوسيس هاي يعني اللهم صل سيدنا محمد اكثر سبيسيفيك في التينيا سوليوم. اوكي تبعت البيكس. طيب ممكن نشخص ايش اللي هي عندنا سيجمنت عندك ديفرينشيتد، يعني احنا ممكن نميز بيناتهم بسيستي سيركوسيس وهذا من شخصه سيرولوجي تمام. ممكن شخص سيرولوجي او ممكن شخصه بايوبسي تمام، او ممكن من خلال الاشعه ممكن نشوفه. طيب ممكن خلال هون بيحكوا لنا اللي هي السيجمنتس تمام ديفرينشيتد باي ذا نمبر اوف عندك اليوترين اللي هي البرانشز تمام. يعني ممكن نشخصها من خلال ايش؟ من خلال احنا مش حكينا ممكن نشخصها ب اللي هي الجرافيد سيجمنت تمام. هاي الجرافيد سيجمنت اللي هي بتحتوي على الماتشور من ايش؟ من الاعضاء التناسليه سواء التستس والاوفري تمام، وهي من جواتها تحتوي على الاكس تمام. طيب هلا الجرافيد عندنا سيجمنتس تمام. الجرافيد سيجمنت اللي هي التينيا سجيناتا ممكن نميزهم من خلال النمبرز تبعهم. يعني انا لما اشوف جرافيت زي هيك بشوفها تحت الميكروسكوب بميزها من خلال الجرافيت سيجمنت هاي التقسيمات. اوكي
lateral عندك اليوترين برانشز، يعني بتحتوي تينيا سجيناتها من 15 الى 30 ايش سيجمنت من هدول. لكن هنا التينيا سوليوم لا بتحتوي على من 7 الى 12. اوكي هلا بس اللي بهمني انكم تعرفوا على جرافيت سيجمنت انه التينيا سوليوم لو اشوفها واعد هدول الخطوط بيطلع معي من 7 الى 12، لكن التينيا سجيناتا الجرافيت تبعها بيحتوي من 15 الى 30. لكن احنا بالعاده بنشوف الاكس اكثر من الجرافيت، تمام؟ وهي المطلوب منا نميزها. كيف شكل الاكس؟ شكل الاكس تبعت التينيا سجيناتا بهذا الشكل. تكون بهذا الشكل، بشوفها تحت الميكروسكوب، نرسمها بالأول. هلا هذا شكل الإجز تبعت التينيا سجيناتا والتينيا سوليوم. أوكي ممكن هاي تكون شوي، تمام؟ إذا هذا شكل الإجز تبعت التينيا سجيناتا والتينيا سوليوم.